أهلا بكم من واشنطن، حيث نفتح نافذة جديدة نطل من خلالها على آخر أخبار وتطورات سباق الرئاسة الأمريكية. سنتطرق الليلة إلى الجدل بين المرشحين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب بشأن الغزو الأمريكي للعراق. من المعروف أن كلينتون أيدت الغزو عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ، وهي تقول إن ترامب أيده أيضا، الشيء الذي ينفيه قطعيا المرشح الجمهوري، فهو يتهمها بأنها ساهمت في الفوضى العارمة التي يعيشها العراق اليوم، وخاصة استفحال الإرهاب متمثلا في تنظيم داعش. سنناقش هذه الأمور وآخر تطورات السباق الرئاسي الأمريكي مع ضيفينا معنا هنا في استوديو سكاي نيوز عربية في واشنطن، الباحث في معهد واشنطن الأستاذ غيث العمري، ومن عمان مستشار المركز العراقي للدراسات الدكتور يحيى الكبيسي. نرحب بضيفينا الكريمين. إذن الفوضى هي الحالة التي اتفق عليها مرشح الرئاسة الأمريكية لتوصيف الحالة العراقية، اتفاق ينتهي عند هذه النقطة لتشكل أوضاع العراق طيلة فترة السباق الانتخابي ساحة للتجاذب وتبادل الاتهامات والتهرب من المسؤولية بين الطرفين. ومع اقتراب موعد الحسم الأمريكي لا يبدو أن أي من طرفيه يحمل في جعبته أجندة واضحة بشأن المستقبل الذي من الممكن أن تؤول إليه أحوال بلاد الرافدين. مرشح واحد من كل حزب، مواجهة واحدة، رئيس واحد على تطبيق واحد، لتغطية مفصلة للرئاسة الأمريكية. ونتحول الآن مباشرة إلى مراسلنا جعفر الزعبي في واشنطن لرصد آخر تطورات السباق الرئاسي الأمريكي. جعفر، لا يفصلنا إلا أقل من أسبوع على المناظرة الثالثة والأخيرة بين ترامب وكلينتون، ونحن كنا نتابع الآن في تقرير زميلتنا منى أبو دياب الوضع في العراق والورقة العراقية. ماذا عن هذا الملف بالذات إلى جانب ملفات السياسة الخارجية لدى المرشحين ترامب وكلينتون؟ عمر، بكل تأكيد حالة الفوضى التي يعيشها العراق والعراقيون تنعكس بصورة أو بأخرى على المرشحين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري. حالة هذه الفوضى بالفعل سنرصدها في الشارع الأمريكي هنا، وسنرصدها كما ذكرت بعد أقل من أسبوع، بعد 5 أيام تحديدا، عندما تعقد المناظرة الرئاسية الأخيرة بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون. ترامب سيحاول بكل تأكيد الدفاع عن نفسه بعد التهم والفضائح التي ألمت به خلال هذا الأسبوع، بصب جام غضبه على حرب العراق وأن كلينتون كانت قد دعمتها وصوتت بنعم عندما كانت سيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك. لكن هيلاري كلينتون ستحاول بالنأي عن نفسها وبالاعتراف طبعا بأنها صوتت بنعم، لكن في تلك الفترة كانت المعادلة تقول أن علينا أن نقول نعم. اليوم ستعيد سيناريو الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو الرئيس الديمقراطي بأن لا دخول للجيش الأمريكي خارج الأراضي الأمريكية، وهذا السيناريو الذي لعبه الرئيس الأمريكي خلال 8 سنوات من فترة حكمه. وعد، رغم أنه نفى أو أخلى بوعده، أنه قال بأنه سيعيد جميع الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن المجلس الأمني أكد له مرارا وتكرارا، خصوصا فيما يتعلق بملف إيران، عفوا بملف أفغانستان، بأن الحالة على الأرض تتطلب وجود عدد لا بأس به من الجنود الأمريكيين هناك، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي، وقال بأنه سينسحب ولو قليلا عن أو تراجع قليلا عن سحب الجنود الأمريكيين وإبقاء أكثر من 7500 في أفغانستان. لكن السيناريو الذي يلعب بصالح الديمقراطيين هو الملف الإيراني، والذي سيكون حاضرا خلال الحملات الانتخابية القادمة، بأن الرئيس الأمريكي قال بأننا طوعنا إيران وجلسناها على الطاولة بدون رصاصة واحدة. وهنا يبدو الخلاف واضحا تماما بين الديمقراطيين والجمهوريين. الجمهوريون يحاولون الدخول في الحرب، والديمقراطيون كما قال أوباما بأننا ديمقراطيون، بمعنى أن الحوار هو أساس حل جميع المشاكل بين الولايات المتحدة وسياستها الخارجية.
شكرا لك زميلي جعفر الزعبي في واشنطن، ونرحب مجددا بضيفينا هنا في الاستوديو، الأستاذ غيث العمري الباحث في معهد واشنطن، والدكتور يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات في عمان. أبدأ معك أستاذ غيث، كيف استخدم من وجهة نظرك ترامب وكلينتون ورقة الملف العراقي في هذه الحملة الانتخابية؟ الواقع كما أنت أشرت، يعني لم يتم تناول الملف بمفهوم مستقبلي، كيفية نظرة للمستقبل، ولكن كأداة لتبادل الاتهامات. ترامب يريد أن يري أو يظهر أنه كلينتون خلال فترة انخراطها السياسي كانت سياسية فاشلة، اتخذت قرارات فاشلة خطيرة إلى آخره، فهذا هو هدفه من خلال يعني إثارة الموضوع فيما يتعلق في كلينتون. بالنسبة لكلينتون تحاول أن تظهر أن ترامب ليس له يعني موقف واضح، يوم يوافق ويؤيد حرب العراق، يوم يعارضها إلى آخره، فهي مجرد يعني أداة في الاستراتيجية الانتخابية الأكبر، ولكن لا يوجد أي نقاش واقعي فعلي سياسي مستقبلي حول ماذا يتم العمل فيه بموضوع العراق. طيب دكتور يحيى، في عمان أي من المرشحين استخدم الورقة العراقية أفضل من المرشح الآخر في هذه الحملة؟ يعني بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم. يعني لا أعتقد أنه أي من المرشحين ناقش الموضوع العراقي بجدية، يعني كما يعني شرح ضيفك، فعلا كان التركيز على الماضي، تحديدا على الموقف من حرب العراق يعني في عام 2003، ولم يكن هناك أي يعني إشارة أو تصريح إلى طبيعة المعالجات الأمريكية للوضع الحالي في العراق أو لمستقبل مثل هذه الأمور. يعني ظل الكلام عموميا غير واضح، كلينتون تتحدث عن أنها ستهزم داعش أو تنظيم الدولة خلال أقل من عام، من دون أن تفسر لنا ما هي الآلية التي يمكنها ذلك في ظل يعني فوضى واضحة داخل العراق وداخل سوريا، ويعني اشتراك الملفين فيما يتعلق بقضية داعش. ترامب أيضا يعني يتحدث بكلام متناقض حول العراق، في حين يتحدث في أحيان يتحدث عن أنه سيحاول أن يحصل على دعم الناتو للقيام بعملية في العراق، في لحظة أخرى يتحدث أنه الولايات المتحدة لن تقوم بدور الشرطي مرة ثانية وما إلى ذلك. لهذا لم أرى حقيقة من جميع التصريحات من كلا المرشحين أن هناك رؤية واضحة لطبيعة التدخل الأمريكي في العراق حاليا. لا. يعني لم يكن هناك أي نقد على سبيل المثال لاستراتيجية أوباما داخل العراق على سبيل، ولم تطرح أي رؤية مستقبلية للعراق أجمع. يعني كان هناك تركيز فقط على الجانب العسكري المتعلق بداعش، ولم تكن هناك أي إشارة سياسية متعلقة بطبيعة الفوضى السياسية داخل العراق. طيب أستاذ غيث، كما قال ضيفنا في عمان بأن كلينتون عندما تعرضت لموضوع داعش قالت بأنها تستطيع القضاء على هذا التنظيم خلال عام دون أن تقدم رؤية، هل تتوقع أنها ستقدم نقاط معينة، رؤية محددة في مناظرتها الثالثة وفي برنامجها بشكل عام؟ لا، في البرنامج توجد يعني إشارات وإلى آخره، ولكنها يعني خلينا نحكي فرعية وليست واضحة. في المناظرة لن يتم تقديم أي أمور محددة واضحة حول العراق. الموضوع الوحيد الذي يتم تناوله بشكل محدد أو بشكل مفصل في الانتخابات فيما يتعلق في الشرق الأوسط هو سوريا. إذا كانت هناك أي يعني تبادل لأفكار أو لاستراتيجيات أو نقاش استراتيجيات سيكون في موضوع سوريا، وليس لأنها سوريا، ولكنه سوريا ينظر لها من منظور روسيا، من منظور الدور الإيراني. فسوريا هو الموضوع يعني الشرق الأوسط الوحيد. وسنتناول الموضوع السوري، لكن ما دمنا في الملف العراقي، الموضوع يعني العراقي منافس كلينتون ترامب يقول أو قال في أحد تصريحاته بأنه مستعد أو من الضروري تدمير حقول النفط للقضاء على الدخل الذي يحصل عليه داعش. يعني تحليليا الفرق بين خطاب كلينتون وخطاب ترامب، ترامب يعني يلقي كلمات أفكار من أجل مجرد يعني تحميس جمهوره، لا توجد أي أفكار أو أي قواعد أو أي أسس يعني سياسية لما يقوله، هي في الواقع يعني واقعية أكثر. عندما يقول ترامب أنه يعني يريد تدمير حقوق النفط أو يريد الاستيلاء على النفط الآخري، هذا كلام لا يوجد له أي أساس في الواقع أو بأي يعني في النظرية والواقع السياسي. هي تقدم أفكار عام يعني عامة، ولكنها أفكار في نهاية المطاف مؤسسة على قاعدة سياسية واقعية. نعم.
طيب قبل الانتقال إلى عمان أود أذكر مشاهدينا أن بإمكانهم الاطلاع على آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال تحميل تطبيق سكاي نيوز عربية على هواتفهم المحمولة. لمتابعة شاملة للانتخابات الأمريكية، حدث تطبيق سكاي نيوز عربية. لاستعراض كافة الأخبار وآخر مستجدات سباق الرئاسة الأمريكية. ومن جديد إلى عمان مع دكتور يحيى الكبيسي. دكتور يحيى، هل برأيك استطاع ترامب أن يقنع الآخرين، خصومه وحتى مؤيديه، بأنه بالفعل كان موقفه معارضا للحرب على العراق، رغم ما ذكرته وسائل الإعلام وحديثه الإذاعي مع إحدى المحطات الإذاعية بأنه أيد بالفعل غزو العراق؟ يعني هذا موضوع يتعلق بالداخل الأمريكي. يعني أنا أعتقد أنه واحدة من الإشكاليات الرئيسية هنا أن كلا المرشحين يعني إنما يتحدثان إلى الجمهور الأمريكي الذي لا يعرف شيئا عن العراق، ربما لا يعرف العراق على الخارطة أساسا يعني، وبالتالي هم يتحدثان بموضوعات متعلقة بالمستهلك الأمريكي. وبالتالي مثل هذا النقاش يعني حول دور ترامب إذا ما كان قد أيد أو لم يؤيد، إذا ما كانت كلينتون التي أيدت يعني الحرب على العراق ثم تراجعت عن ذلك فيما بعد، يعني هذا موضوع أنا أعتقد يهم الناخب الأمريكي إلى حد ما. يعني عمليا نحن نعرف أن الناخب الأمريكي ليس معنيا كثيرا بالتاريخ، تحديدا هنا أتحدث عن التاريخ السياسي أو العسكري. يعني حرب العراق يعني تقريبا بدأت تضمحل من الذاكرة الأمريكية، تحديدا ذاكرة الجمهور الاعتيادي الأمريكي الذي هو الفيصل النهائي في عملية الانتخابات. وبالتالي أنا أعتقد هذا النقاش هو نقاش يعني للتعريض يعني الابتزاز أكثر منه نقاشا حقيقيا سيؤثر على موقف الناخب الأمريكي تجاه هذه القضية. لأننا نتذكر جميعا أنه عمليا الجمهور الأمريكي كان مؤيدا يعني بنسبة كبيرة للحرب على العراق في عام يعني في عام 2003، ولم يكن هناك اعتراضات واسعة النطاق. الاعتراضات بدأت في مرحلة لاحقة عندما بدأت المشاكل وبدأت يعني الجثث تعود إلى الولايات المتحدة وما إلى ذلك. لهذا أنا أعتقد هذا الموضوع لن يكون له تأثير كبير حقيقي على يعني حضور أي من المرشحين في الانتخابات. طيب، ونحن نتحدث أيضا في موضوع داعش تحديدا، يمكن كان في تصريح لترامب حينما قال في حوار تلفزيوني أنه لن يعلن عن خطته لمحاربة داعش لكي لا يفقد أو لا يفقد عنصر المفاجأة في هذا الموضوع. هل يريد المرشح الجمهوري الاختفاء وراء هذه العبارات المبهمة، ربما لأنه ليس لديه ما يقول؟ بالتأكيد لا توجد لديه خطة، فيقول أني لا أريد أن أقدم خطة، هذه من جهة. ومن جهة يريد أيضا من هذا التصريح أن يعني يظهر أن سياسة أوباما وسياسة كلينتون معه هي سياسة فاشلة، سياسة تحذر العدو قبل ضربه إلى آخره، هي جزء من خطاب يعني كما تفضل الدكتور يحيى. الجمهور هو الجمهور الداخلي، في نهاية المطاف من يعني يؤيد كلينتون سيقتنع بما تقول، من يؤيد ترامب سيقتنع بما يقول. الوقائع والحقائق هي ليست يعني لست هي الأساس اتخاذ القرار في هذا الموضوع. وهل هذه الملفات، ملف العراق، ملف إيران، ملف كوريا الشمالية، هل هذه الملفات يعني لا تهم الناخب الأمريكي من قريب أو بعيد؟ بشكل عام في الانتخابات الأمريكية السياسة الخارجية ما لم تكن متعلقة بحرب دائرة الآن، الجمهور العام لا يعني ينتبه لها بشكل كثير، ولكن أهميتها كالتالي: هذه الأمور تحدد كيف النخبة الأمريكية ستتعامل مع المرشحين، ستتعامل مثلا كيف الجنرالات المتقاعدين إلى آخره، من سيؤيد ترامب، من سيؤيد كلينتون. هذا هو التأثير الوحيد، ولكن في الجمهور العام لا يؤثر هذا الموضوع نهائيا. قبل أن نواصل هذا الحوار نتوقف عند فقرتنا اليومية مع وسائل التواصل الاجتماعي. فبين الحملات الانتخابية الرسمية وتلك التي تشتعل في وسائل الإعلام، هناك حملات أخرى موازية على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الأخيرة يدير دفتها نشطاء لا خبراء. نشطاء أطلقوا واسما بعنوان نساء سينتخبن ترامب،
بعد كل ما قاله عن النساء نتابع بعض الآراء. تينا قالت إن النساء اللواتي سينتخبن ترامب ضعيفات وبحاجة إلى إرشاد. أستغرب كيف يمكن الوقوف مع ترامب بعد كل ما قاله عن النساء. أما هولي فقد تساءلت عما ستقوله النساء اللواتي سيصوتن لدونالد ترامب إن لم ينجح، وتراهن على أنهن سينكرن دعم ترامب. جون يقول إن الهاشتاج يزعجه لأنه يعرف الكثير من الأشخاص والكثير من القصص التي يتم تداولها. يقول أنا لا أستطيع إطلاق النكت حول الموضوع لأنه مخيف. النساء اللواتي سينتخبن ترامب سيثبتن أن المغفل لا يدرك أنه مغفل. هذا ما قاله دان في هذا الوصف. أخيرا ميما تقول أريد أن أصوت لترامب لأني أريد أن أشاهد الدراما في المستقبل. تطبيق سكاي نيوز عربية للانتخابات الأمريكية، اختر عرض ومن ثم القائمة الرئيسية. لاستعراض كافة الأخبار ومشاركتها عبر منصات التواصل المختلفة ولمعرفة آخر المستجدات بالصور والفيديو لحظة بلحظة لسباق الرئاسة الأمريكية. إلى ضيفي مجددا وتحديدا إلى الدكتور يحيى في عمان. دكتور يحيى، هل يعترف الأمريكيون أو أي إدارة أمريكية مستقبلية سواء ديمقراطية أو جمهورية بأن الولايات المتحدة قدمت العراق على طبق من ذهب لإيران كما قال ذات يوم المرحوم الأمير سعود الفيصل؟ لا أعتقد ذلك، والدليل على هذا أن الإدارة الأمريكية الحالية يعني إدارة أوباما يعني تعاملت مع الإيرانيين عبر الميليشيات، وبالتالي لا أعتقد أن الولايات المتحدة معنية بأمر العراق أو مستقبل العراق. الموضوع بالنسبة لها تحديدا هو الحفاظ على هدوء هش داخل العراق في حالة عدم إمكانية الوصول إلى استقرار حقيقي. والوضع الحالي يعني في ما يتعلق بمواجهة داعش كان واضحا موقف الأمريكيين. الأمريكيون معنيون أيضا بهزيمة داعش وغير معنيين بإنتاج استقرار لما مرحلة ما بعد داعش. لهذا هم يرفضون على أعلى المستويات الربط بين الحرب على داعش وبين ترتيبات ما بعد داعش. وهذه إشكالية كبرى لم يتعرض لها كلا المرشحين، بمعنى يعني عدم وجود رؤية واضحة ومحددة واستراتيجية واضحة محددة لإدارة أوباما لم تتعرض إلى أي انتقاد حقيقي لا من قبل ترامب ولا من قبل كلينتون، وهذه الإشكالية الرئيسية. لهذا لا أعتقد أن تغييرا كبيرا يعني يحدث فيما يتعلق ب يعني مستقبل الرؤية الأمريكية للعراق أو تعامل أي من المرشحين في حال فوزه مع الملف العراقي. سيبقى الأمر كما هو، واستمعنا على سبيل المثال إلى السيدة كلينتون تتحدث عن التعامل مع الأكراد، تحدثت أيضا عن يعني هزيمة داعش من دون أي إشارة إلى مقاربة سياسية، وهذا هو الإشكال المهم. هل تتفق أستاذ غيث مع ما يقوله ضيفنا في عمان من أن ليس هناك قلق، ليس هناك إشكالية في التعامل مع النفوذ الإيراني في العراق؟ يعني جزئيا أتفق معه، ولكن هناك إقرار ضمني عند الخبراء على الأقل أن العراق الآن هي بيد إيران. السؤال أنه إذا جاء الرئيس القادم، وأعتقد إذا أجت كلينتون وحتى يمكن ترامب، سيكون هناك سياسة أشد فيما يتعلق بإيران، ولكن لن تبدأ هذه السياسة في العراق. إيران الآن متحكمة ومتغلغلة في العراق. إذا كان هناك أي مواجهة لإيران ستكون على الأرضية السورية وعلى الأرضية اليمنية وفي الخليج، ولكن العراق في المرحلة الحالية لا أعتقد أي من الرئيسين سيتعاملان يعني فيما يتعلق في النفوذ العراقي في إيران، فهو نفوذ شديد وقوي. كيف ستكون أشد؟ يعني اشرح لي. من ناحية أولا يعني وضع عقوبات ومواجهة إيران فيما يتعلق في تصرفاتها بدعم من نظام الأسد، فيما يتعلق بدعم الحوثيين، فيما يتعلق ببعض العمليات العسكرية التي نراها في الخليج. هذا انفازت كلينتون؟ انفازت كلينتون. وانفازت ترامب؟ انفازت ترامب يعني الله أعلم، لا توجد سياسة واضحة عند ترامب. ولكن حتى إذا فاز ترامب أعتقد أن معظم المؤسسة السياسية العسكرية في واشنطن لديها عدم رضا عن سياسة أوباما فيما يتعلق بمهادنة أو مرادات إيران. أعتقد سنرى سياسة أشد، ولكن أعتقد أن كلينتون كيعني مرشحة لديها رؤية أوضح
عن كيفية القيام بذلك من غير تصعيد يعني لا. طيب يتبقى لي دقيقة وأقل مع الدكتور يحيى في عمان، هل تعتقد بأن ربما أي إدارة مستقبلية في الولايات المتحدة ستواجه إيران ليس في العراق إنما في سوريا كما قال ضيفي؟ كما قلت يعني أنا أعتقد هناك يعني تواطؤ أمريكي فيما يتعلق بالتغول الإيراني داخل العراق، ولكن فيما يتعلق في سوريا كان واضح أنه هناك خلاف بين المرشحين على طريقة التعامل. يعني ترامب تحدث يعني ضمنيا على إمكانية التعاطي مع روسيا من يعني عندما تحدث عن أنه لا أحد يعرف هوية المتمردين وما إلى ذلك. بالمقابل كلينتون لديها موقف أكثر تشددا من النظام السوري، ولكن في النهاية يعني الجميع يعرف أن الرئيس لا يحدد يعني بالنهاية الخطوة الأخيرة. الخطوة الأخيرة تحددها المؤسسات، تحددها المؤسسات العسكرية، يحددها أكثر من طرف، وبالتالي نبقى في إطار خطابات وليس في إطار خطط مستقبلية. نعم. أشكرك شكرا جزيلا مستشار المركز العراقي للدراسات في عمان دكتور يحيى الكبيسي، وشكر موصول لضيفي هنا في واشنطن الباحث في معهد واشنطن الأستاذ غيث العمري. بهذا نختم نافذة اليوم المخصصة للانتخابات الرئاسية الأمريكية. موعدنا معكم يتجدد يوم الاثنين إن شاء الله في تمام 9:30 مساء بتوقيت أبو ظبي، 5:30 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء. شكرا دكتور. شكرا لك.